تمام، أهلا بكم في الراديو الأعزاء طلاب المرحلة الثانوية. معك الأستاذة إيمان، إن شاء الله نبدأ اليوم مراجعة جميلة جدا عن اليونت 1، يونت 10، يونت 11، يونت 12. التباطؤ بين الثلاث وحدات دول اللي هو بتاع القاعدة الغامض اللي هي الضغط الباسل. الضغط الباسل زي ما احنا عارفينه اللي هو إيه، بيتكون من إيه؟ من المراحل الثلاث. يعني ايه المرحلة الإعدادية، وأحيانا تكون في أولى ثانوي ثانية ثانوي، المهم يتطور بشكل جميل جدا في المرحلة الثالثة ثانوي. فتعال مع بعض كده نتعرف على السايدز، أنواع الديبوتيك. أوكي، مع بعضنا كده نتوكل على الله. عايزة أكون الجميع يكون إيه تمامي، يكون الشاشة واضحة، ولو في أي تعليق نأجل التعليق في نهاية السيستم. اوكي، طيب ديبوت سبيتش، اول حاجه احنا بنشوف ثلاث انواع اللي هي التكنيك، وفي عندي اللي هي دبليو اتش سبيتشن او ديبوت سبيتشن، ثم الكوماندس او الامبراتيف. والامبراتيف له ثلاث انواع، عندنا الامبراتيف والسجستيشن سجستيشن، ثم الادفايس. يبقى الحاله الثالثه او سايد 3 تدخل فيها ثلاث أنواع، هو الإمبارح في الأمر، سجيشن الصفحات، ثم إيه الأسبايد. أوكي، النصيحة. طيب قبل ما نبدأ تعال نتعرف مع بعض على the outcome of this session. في عندنا الـ outcome of this session إن كل الطلبة إن شاء الله هيكونوا قادرون على معرفة الـ three types of reported speech. Then they will know تتعرف طبعا إن شاء الله على how to deal with the robotic questions، إزاي يتعرفوا على to answer all the questions اللي هي related to robotic questions. طيب بعد كده نشوف مع بعضنا الحالة الأولى، احنا قلنا الـ outcome دي، level outcome، level outcome في نهاية الميتنج. Everyone will know or understand the difference between direct and indirect speech. Then students will be able to deal with the different types of questions based on robotic speech. نشوف التايب 1 اللي هو robotic statement. يعني نيجي نتكلم عن robotic statement، نتكلم عن حاجة إيه اسمها direct and indirect speech. Direct speech اللي هو actual causes of speech. أما indirect speech اللي هو reported speech from someone. الـ actual word اللي هو الكلام الصادر من شخص نفسه. أما reported إن أنا بخبر شخص عن شخص تاني. أوكي؟ فهنا عشان كده بنستعمل فيها إيه بعض الـ pronouns. طيب بعد كده كتبلي سي، يعني أقول سي أو سي سي. يعني أقول كل يخبر بستعمل فيها إيه الـ pronouns. طيب في بعض الحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها في الأفعال الخاصة. زي عندنا سيد تبقى سيد، أما سيد هتكون سيد، سيد هتبقى سيد، سيد بحولها الكلمة، سيد تو تتحول كلمة، سيد تو تتحول إنسان. طيب إيه اللي أعمله تاني؟ إن أنا ممكن أرموف ذا براكتس أند يوز ذات تو جوين تو سيلفينج فور موقف، إن أنا بزيل علامات التنصيص، إن أنا بستخدم ذات لربط إيه الضغط. تمام؟ بعد كده نشوف ايه تغيير البرنامج الضمائر. لما نيجي نغير الضمائر كلها طبعا بتتغير افراد من جسمين ذا برنامج اوت اوف ذا بريث، تغيرها على حسب الضمائر او ايه المتكلم اللي هو خارج الافراد. اما ذا سبيكر اللي هو انسايد ذا براكتس، المتحدث اللي هو داخل الافراد زي ما بيستخدم كلمه اي وي، طبعا بيرجعها او بترجع لمين؟ ذا سبيكر اوتسايد ذم، اللي هو المتحدث او المتكلم اللي هو خارج الاخطاء. اما ذا ريبورتد بيرسون انسايد ذا براكتس اللي هو الضمير مين؟ اللي يكون الضمير مين؟ طبعا لازم ارده الريبورتد بيرسون اوتسايد ذم، اللي يكون هنا شخص مخاطب مثلا اوبجكت. هذا على حسب الاوبجكت الشخص المخاطب تغير الضمير ايه ليه؟ يا ترى هم زي اس على حسب ايه؟ ذا ريبورتد بيرسون. أما بالنسبة للبرناون هي وشي وإيه وزي ما بشوفها داخل الأخطاء، أنا بحس إيه أغيرها وإن أنا إيه أستخدمها كمان. طبعا لو شفت يو إز أوت أوبجيكت، أنا بغير يو إلى أر،
الايه ترجع في الكلام للشخص السبيكر الخمسة، الشخص المتحدث يعني. عندنا بعض التغيرات اللي انا لازم الاحظها كل ايه حالة كل طيب، زي التغيرات هنا زي التغيير الضمائر انا كمان هغير كل طيب اللي هو التايم والاجزاء. طيب بالنسبة للتايم الان نعمل ايه في حالة الروبوت سبيتش بالنسبة سواء الستيتمنت او الامبرزة او الكريتشن. إن أنا بغير الـ present simple من الـ past simple، present continuous كده مع بعض، نرجع تاني بعد كده هم كان يتابعوا مع بعض مع بعض. بنستخدم بالنسبة للتايم كما زي ما قلت بريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل بغير الباست سيمبل، بريزنت كونتينوس الباست كونتينوس، أما البريزنت بيرفكت بغيره الباست بيرفكت، الباست كونتينوس الباست بيرفكت كونتينوس، الباست سيمبل الباست بيرفكت. بالنسبة للموديل سواء كان كان بتتحول الصوت زائد انفينيتيف، أما ويل تحولها الورد زائد الانفينيتيف، كان صوت مين برضه وراها الانفينيتيف اللي هو مصدر الفيرب اللي بتتحول إلى إيه؟ معين. أوكي عندنا مصدر هاف ومصدر هاف تو أو هاف تو بتتحول لهاف تو، أما مصدر دي بتتحول لمصدر هاف دي. تمام. طيب بالنسبة للأدفيرب نتغير إزاي؟ هنا عندنا كلمة this تتحول إلى that، this, those, here, there, now, then، at the moment، at that moment، أو at that time، immediately، today، that day، tonight، that night، yesterday، the day before، or the previous day، yesterday، the day before، or the previous day، and the word tomorrow تتحول إلى the next or the following day، next week، the week after، or the following week، last week، the week before، the day after tomorrow، in few days time، the day before yesterday، two days before، third time، the house go، spring، yes، ago، before، and earlier. أما at once تحولها إيه؟ لأنه دي بالنسبة للchanges in time، تغيير الآن، and إيه الأجل. تمام؟ بيكون في حالة إيه؟ سواء الستيتمنت او في حاله ايه الريبورت بوزيشن او امبارح. تمام. انا السبيكر اللي هو المتحدث دايما بيكون هو اللي بيوجه الكلام لشخص اخر. تمام. في بعض الامثله كنت تعالى نتعرف على بعض الاكزامبلز ونشوف كده انا ازاي نتعامل مع السبيكر. I like reading. I like reading and I read the good story this morning. Did I? Did I? تعالوا كده مع بعض. ده ازاي تتحول الجملة دي؟ لما نيجي نحول عندي علامات التنكيس اهي لازم اغيرها، عندي الضمائر لازم اغيرها، عندي ثلاث حاجة اللي هي ايه تنس اوف ذا تنسل لازم اغيره، عندي كمان الادفيرب لازم اغيره. طيب خلينا بالنا من حاجات التغيرات دي نركز عليها، نحول بقى كده مع بعض بايه ذا سبيكر احمد بيت. اوكي سلام عائد لي احمد. He liked the bus reading and he heard a good story that morning. Okay, another example. It was difficult question. He told me that, or ممكن أزيل that, it was a difficult question. Another example. I wanted to visit a friend's tree. She said, I, or the I, how did it? وشي عايد على السبيكة خارج الأخبار وبشي بونتي في البار وبيبت أسوان ميك السبيك بغيرها بخلوه وكيف ايه؟ تسكيل ده لكم بلتاني نربع شوف النقاط المهمة اللي طلب منكم ايه طبعا السبيك خارج تعمل شغل تبدأي أو في طلبة المبدئين اللي هم ممكن يستخدموا حاجات فيها ايه كريتيكال. تمام؟ هي كريتيكال في حاجات نفسية، حاجات محتاجة تفكير، ممكن يبدأوا الكلام. فإحنا لو اتكلمنا عن حاجات حقيقية أو واقع، لازم نستخدم في البريزنت سيمبل.
الوقت الحاضر، حاجة في إيه الوقت الحاضر أو حاجة تمثل الواقع. The messenger mind is the longest river in the world. هنا لكن مين اللي قال لنا ده؟ في شكل ده أكيد the mind is the longest river in the world. كلام فاكر حقائق وتكتب كما هي في الأبريد السم. أما لو كان عندي بس سم بالتنس أنا بغيره إلا البس إيه بيت، أو ممكن أخليه كما هو في السم. تمام، أخليه كما هو في السم. طب كده مع بعض، أحمد فيس I think all the English. يبقى أحمد فيس هنا أمل أصلا، أمل فيس I think all the English. يبقى أمل فيس she thinks or has thinks all the English. Don't change the any time. ما غيرش أي وقت لو كان البرد أو تفكيك إن present tense. أنا بتكلم في الوقت الحاضر. إذا فعل الخلصيز هيبقى في جملة كما هي في present tense. I'm ready for the race. Yes. Ahmed says that he is ready for the race. Okay. طيب مع بعضنا نشوف جزئيات تانية مثل الأستاذ عبد المنعم يعتمد في الفاضل. But to change the verb of the speaker to use adverb. عندي بعض الأدوار زي every day, a moment ago, a short time, just now. هنا the tense of the sentence remain as is. يبقى يبقى كما هو. I study my lessons every day. أنا هلا said a moment ago that she studies her lesson every day. Okay. But we can use another speaker verb لتابع فعل ثاني. بعض الأفعال هنا بيبقى فيها بعض التغيرات. لو استخدمت verb admit, deny, suggest دايما وراها الverb منتهي الـ ing. Tell, advise, promise, refuse, the reason دي وراها ايه؟ حرف الجر to the ing. خلي بالك من التغيرات لما اجي اغير وانا بستخدم تحت هذه الأفعال. لو قلت I think you should see a doctor. I think you should see a doctor. تغير ازاي؟ بدل كل ده اقول له I advise her to see a doctor. To see a doctor. خلي بالك من تغيرات مثل هذه الايه؟ اللي قالت بريش. تعبيرها. It was you who broke the window. هتتغير ازاي الجملة دي؟ خلي بالك من الضمائر والأزمنة والأفعال إيه في الحالات دي. هنا كاتب لي Sammy admit. Sammy admit. Breaking the window. Sammy admit. خلي بالك من التغيير في الجملة دي. يبقى it was me. إنه أنا. Who broke the window. كسر من الزجاج. تتحول ازاي؟ But Sammy admits to breaking the window. I punish you. It's still the trust. If a واحد هنا غريب قوي يقول له أنا هعقب يا قطي. صح مين اللي بيقول نفس الكلام اللي زي كده؟ The teacher left the written to punish me. هدد me and you hold me if I hold the trust. طيب حاجة تانية. Why don't you go for a swim? She says this. But you get tested, going for a swim. خلي بالك تاني من ايه؟ اي سنتنس تيجي ويكتب منك ايه؟ مثل هذه التغييرات او التحويلات من ايه؟ حال بارك انت ان بارك. لو في عندي ستيتمنت ايه في ستيتمنت؟ تشينج ستيت 1 تو ستيت 2. لو عندنا اف في حالة الاف الشرطية في البوزن سيمبل بغيرها الى ايه؟ البار. ثانية تيب If you play well, you will win. And the same thing that if I play well, I will win. كيف التغيير؟ حالة الأولى الحالة الثانية. يعني من البدل into the bar. أما لو أنا شفنا if statement the second and the third statement never change. يعني الحالة الثانية من بعد الثالثة والحالة الثالثة تبقى إيه كما هي. أنظم بالعادتين if I found your mobile, I'd tell you. بعد كده that if he found هنجيب الأخوات زي ما قلنا قبل كده وغير الضمائر ونشوف الربط بينهم. بعد كده that if he found my mobile he is or he would tell me. اوكي شوف الجزئية الثانية دي شكل ايه كده تركيزين على ايه ريبورت مش هنا ريبورت دايركت انا بتكلم مباشرة انا بتنقل ايه كلام وشخص ايه تمام اللي هو ايه روبوتك ده دايركت سبيتش هنا ايه اندايركت او روبوتك لازم نشوف الكلمات اللي هي لكريتيف
محتاجة الطلبة الهم الجنجم يحاولوا إيه يستوعبوا ويستخدموها لو جات في خلال الجمل، طبعا بيبقى في تفكير جيد في إجابة إيه جيدة. جواب النص ده اللي بغيرها لهات تو أو تبقى تنهي. الجمبل هو مصر كله ده تو بذهب مكة بذهب مكة ست I have to or must follow the school three. Okay. And then I can must mention something for confirmation. The E. Okay. As now must be a clever girl. The teacher. The teacher said that as now must be a clever girl. طبعا ده مصر. كنت في ما تغيرت في المطمئن. ازاي؟ هو مصر في عبارة هاي جنبل. بيشوف على الساحة. You mustn't get into the lab without permission. This is the chemist. هنا ده الكيمست هرب. هنشوف علامات التنصيص ونشوف الضمائر. ونشوف ازاي كيفية استخدام العبارة. يبقى ده كيمست said that I mustn't get into the lab without permission. Okay. طيب. في حالة شل اللي غير شل إلى إيه غد أوكي ومن إيه أحب شيء بيلي فيه أو ليه كانت طيب إجزامبل I'll shall call you on Friday إذا كل ما بين الأقوال على علامات التنصيص كل كلام ما بين علامات التنصيص معنى إيه دايركت لما أجي أحاوله طبعا أغير الضمائر ودي علامات التنصيص والأزمنة ونقطة في تمام يبقى كده اتحولت البارك في السي. الجمبل هتبقى ازاي ماي ام يبقى اي شال كول يو اون فرايدي لان فرايدي هتتحول ماي ام سي شي وود كول يو اون فرايدي كيف التحويل؟ طيب انذر اكزامبل نشوف الموديل فيرب الموديل فيرب هنا نيفر تشينج از يو دو لو استخدمت شوز او شوز او ماي او شوز أو could have أو could have إذا شفت الفاعل دي المدن داخل أي سنتنس في الدارج التثبيت المغير تمام؟ نشوف الجندر I could do this to job alone ده ناسب that she could do that to job alone أوكي؟ طيب نشوف هنا بعض الأمثلة الأخرى have got to have got فغيرها للهاد على طول في حالة هي الفاصل And I have got an excellent degree. Alerted that he has got an excellent degree. Okay. لازم في الأسئلة هي محتاجة أي تفكير أو النقاط المهمة على الاستفهام. فقال لي إن في بعض الأفعال اللي هنا ممكن أستخدمها بطريقتين زي verb be, declare, understand, assume, expect, find, change, revoke. لما أحب أستخدم الحاجات دي دايما لما أكون أعلن عن ريبورت تقرير أو إعلان أناونسمنت. فهنا في طريقتين لما أقول the news is promising تمام the news is promising ده كلام بارد الأخبار طبعا موجودة أو مستمرة ودايما الأخبار بالرغم إن هي بلغات بستخدمها سنجل. طيب في طريقتين الكلام ده هنا I think the news to be promoted هنا استخدمت فيها الـ object زائد to زائد intent okay to be promoted هنا I think that the news was promoted استخدمت هنا was promoted استخدمت that يعني هنا في clause that is a clause okay I think that the news was promoted okay فكان في سنتنس عندنا بنستخدم على حسب الميزه في هنا بنرجع فور بستخدم وراها زيت انتهت اي ميزه ده عباره عندنا بتدل على المعنى بتاعها باستخدام كلمه الميزه ده ايه؟ تاكد واحد بيتاكد I'm sorry for not doing the homework يبقى ايه the point of your guys for not doing the homework تغييرات بسيطه جدا خلي بالك منها وتطبقها على أكثر من مثال شبيه لي، أوكي؟ ونجاتك حضرتك في نهاية السيشن أكثر من كان لحوالي 30 سؤال، يعني على كل جزئية وأتمنى إن حضرتك تحلها في سؤال تفاعلي أكثر من سؤال تفاعلي فيها، فأتحل وتوصل على النتيجة تمام؟ هنا deny وراها بيت mistake I use it. I did mistake you for. Mother deny taking my book. أوكي؟ He advised
كل التغيرات مع الزواج مستمر في بريك بداي إيه؟ I think you should. Okay. It's good too. Good idea too. نفس الكلام دي تعتبر advice. هتستخدمها ازاي؟ شوف الاكزامبل ده. It's a good idea to spend the day on the beach. That advises me to spend the day on the beach. Okay. دي حاجات جميلة جدا. يعني ايه؟ تطبيقات رائعة على الفيرست سايت اللي هو الستيتمنت. بصراحة اللي فيها الافكار كثيرة والاستخدامات كثيرة، فمحتاج من حضرتك بس ايه، حاول تسلي ليرنينج تعلم القضاء الذاتية بتاع حضرتك، مستوعب الاجزاء المتداخلة واللي هي الايه عايزة ايه كده تفكير، وحضرتك ركز فيهم ان شاء الله تكون قادر على الحل كله. قال لي تاني استخدام بروجيكت، قلنا وراها الفيرب منتهي باي نيزي. اوكي، فاكزامبل لايك ذيس. واي دونت يو نيد ذيس بوك؟ واي دونت يو نيد ذيس بوك؟ التعبير ده بستخدم فيه بسرعه، فزي كده تتحول تحت بروجيكت فيد باك بروجيكت يقول لي ريد مي ذيس بوك. طب اجريت فين؟ وراها المصدر انفينيتيف. The boy said yes. I'll obey you. The boy agreed to obey me. To obey me. The set is on. وراها الفيرب متاهب اي ان جي. I must pay for the meal. يلا كله في واحد يتكتب كل مره الخطوات اللي انا بنعملها وتتحول بالطريقه دي. يبقى هنا سلمى كان set is on pain for the meal. Thank you for the verb متاهب اي ان جي. Slice of you. The very mild computer. But that thank you for carrying his computer. Okay? شوف كده مع بعض. في promise. لو شفت verb في promise to do وراها الفعل. Example. I'll wait for you as the light. يبقى هنا هنا promise to wait for me as the light. أو ممكن أستخدم that clause. He promised that he would wait for me as the light. If was light, then was this intention. أستخدم الباست تنس. يقول was aware. الباب متاهب I am. شفت كلمة the day before in a sentence. أنا هستخدم الباست إيه فاكر. هي هذا التخطيط الثاني. شفت كلمة light the next day. طبعا في جملة أنا هستخدم الفيوتشر أو was the infinitive أو was going. جميلة جدا الإكسبريشن ده كله. نبدأ عليها إكزامبل. حسن told me that he was playing music. She told me that she had gone to the lab the day before. ده كده جمعنا كل التعبيرات الواضحة والمنسية البزنس دي الغمضة استخدام ريبورتنج الحاجات اللي ممكن الطالب يتعرض فيها في اي جمله داخل امتحانات او اي كتب او عنده القدره على تجاوز. طيب ده كله عن الستيتمنت او ريبورتد ستيتمنت. الحاله الثانيه اللي احنا ننتقلها دلوقتي اللي هي ريبورتد ستيتمنت. نشوف مع بعض ريبورتد ستيتمنت. نفتح مع بعض البرنامج. نحن محتاجين أخيركم كل مديول. أنا أخير بحضراتكم عندنا جروب على الفيسبوك Education أو على اليوتيوب. أنا برضو هننتظركم الفيديو ده، وحضراتكم ممكن طبعا تلبلوني بطراءة ذاتية مع كيست يوستيل لكن تتمكن ان شاء الله من تجاوز اي حاجة غمض عليك. وبرضه بيبقى شات على التيمز مايكروسوفت تيمز، احنا ممكن نتعامل مع بعض ونسلم الاسئلة او عن طريق اي سوشيال ميديا في الجروب نفسه. احنا ايه بنعمل نوع من التفاعل. طيب مع بعضنا نحاول ازاي نتعامل مع حاجة جميلة جدا وبسيطة. شوف الريبورت ديسكريبشن واضح.
لفترة لكن أو هي لفترة محاولة إيه للغام مباشر. معنا البرنامج بركة الجاز كل جزئية، وبعد كل جزئية في أول 10 أسئلة بتنطبق على مثلا تايب 1 اللي هو ريبورتس إيه التكنيك. أنا بشرح حضرتك مع الأمثلة عشان تعرف الفرق. كده طبعا دي مش مرسلين اللي نتكلم عن ريبورت بريبريشن. عندي جزئين من الاسئله او نوعين من الاسئله اللي هي الاوكزيلري فيربس اللي هي الافعال او الاسئله اللي بتبدا مع مثلا اللي هي هاف هاف يو روت هاف يو روت هاف يو روت مثلا ايه الكمبيوتر هاف يو روت هوم ورك ايش هي ايش هي ليلى Are you studying hard? Has she run to a farm? Will you go to Europe next week? وهكذا. دي كلها اسمها ايه؟ تجربة مريضة. أما الجزء الثاني اللي هي WH-Situation اللي هي الأسئلة اللي بتبدأ بعدها تتكلم. أيوة أو هو بالنسبة للأوكزيلري فيرب أنا بربط بكلمة إيه أو جعل الجملة اللي هتفرق على علامات التنصيص وتغيير الأزمنة. أما الدبليو إيه بربط نفس الأداة مع تغيير حالة سيتويشن ونتيجة فيها إثبات اللي هي إيه. تمام نشوف كده مع بعض الشريحة الثانية. عندنا ميدي ايه نستخدم الأسئلة أونلاين في الأنظمة الإنترنت عشان بس تبقى كل حاجة واضحة والجهاز ايه يستعده عن طريق الكتاب. فهنا نشوف مع بعضنا نبدأ توثيق الاستخدام ال اوكي ده لايك شوف الجزئية اللي قلنا من الأوكزيلري فيرب تعالوا مع بعضين نشوف الجزئية الثانية اللي قلنا أسئلة للذات بعد الأسئلة للذات نحن بنربطها مع إف أو تمام إف أو طيب نشوف إيه إكزامبل دايما بدي حضرتك أمثلة أو ده زي كده
little thing. I asked Ali what he had done the day before. Okay, where were you going to sleep? But he asked him where he would go the following week. Where did you eat? She asked me where I had eaten. شوف الجملة وازاي أنا بغير، وازاي أنا فكرت علامات التنكير، ازاي أنا بدأت استفهام، ازاي أنا حولت شخص سؤال لشخص فاعل، سنتنس جملة. تمام؟ بدل ما هي سيكشن قلنا إنها تبقى جملة، بتحمل ربطها بنفس أداة الاستفهام. I البص بحاول البص إيه؟ perfect. I had eaten. Okay. شوف الشريحة الثانية. طيب بصوا المعلومات دي مهمة جدا، اكتب فيها create concept. تاني بغيرها شوية، صورته بيحتاجيكم بسرعة. كلمة جونا يبقى هي أكتب مين؟ If we were to go then. أنا أصحاب تلاقيها في then. It's better to use. It's better to use. Whether to join the sentence or not. If there is or not. يبقى خلي بالك منها. هل احنا هنستخدم ربط الجمل مع الاس ولا نوت؟ In the sentence don't use في ولا كلمة، بس استخدم كلمة في ولا في with the question. يعني مثل example he wants to know whether I travel or not. I travel مستخدمة في الأسئلة اللي فيها يعني ايه اختيار، فيها كلمة or not. الجمل اللي فيها or not اللي هي دايركت سبيك، يعني يبقى في or not. ما بقدرش استخدم if، انما المفضل في الحاله دي استخدام كلمه if وذات. تمام؟ ما بقدرش استخدم كلمه سي او تيل. اوكي؟ يبقى انا كل اللي اعمله ان انا اربط الجمل كلمه وذات يعني يكون في حاله كلمه اوف نص، يعني حاجه فيها ايه؟ اختياري او تبديل في اراء دي او دي. اوكي؟ ما استخدمش كلمه if، انما استخدم كلمه ايه؟ وذات. خلاص؟ ما بقدرش استخدم فعل خالص كلمه تيل أو في، وإنما استخدم إيه اللي هي الكوتشن مثلا إيه؟ موجود كوتشن مارك. أوكي؟ طيب يوز الكوتشن مارك، يوز الكوتشن مارك، تابع معانا. يوز الكوتشن مارك at the end of the conversation. يعني could you tell me؟ Do you know؟ Have you got an idea؟ أوكي؟ هنا في الكوتشن مارك. Do you know if he is French؟ Do you know if he is French؟ أوكي؟ فأنا هنا بستخدم فيها إيه؟ question mark. طيب الحاجة الثانية اللي لازم نخلي بالنا منها، إن أنا عندي أنا بستخدم I don't understand أو I wonder، برضه كلمة إيه اللي هي إيه؟ W H word. I want to know. I don't know. هستخدم برضه في الربط اللي هي الجملة مع إيه؟ أداة استفهام. أكمل بجملة في أداة استفهام. إزاي؟ I want to know مثلا أهي. I want to know where you are. Arguing هذه نكملنا بهم. اوكي؟ دي بتبدل لايك شو هيج تيل ريبورت. يبقى ايه بستخدمه بالطريقه دي. بيبقى في فيرب زائد الاوبجكت زائد اداه الاستفهام. في عندي تو انفينيتيف بعدها الانفينيتيف على طول. How can I operate this machine؟ التعريف بتاعها. He told me استخدمت نفس التعريف شهادة الباص صوت. How to operate this machine. بس ما استخدمش جملة، إنما ربطت على كل كلمة إيه؟ How to operate this machine. Where shall I park my car? He showed me، استخدم زد تو. He showed me where to park my car. إيه خلي بالك من الإيه؟ من الأسئلة الإبداعية دي. أنا بدي حضرتك أو أقرأ حضرتك أكثر من كده. اوكي كده مع بعض الجزئية الثالثة معانا البرنامج. الجزئية الثالثة من البرنامج نشوف الامبارح، نشوف الامبارح مع بعض. ده جزء جميل جدا، هو الجزء الثالث من الروبوتكس. من الروبوتكس
طبعا الجزء الثالث اللي هو الامبارتيف او الجنة اللي هو بعد النهاردة اللي هو العام بتاخد فيها 3 تايتل اللي هي الامبارتيف بلاستر اللي هو السجيشن مخترقات بلاستر ادفايس اللي هي ايه تمام. برضه بنستخدم ان احنا بنشوف علامات التنسيق بعد ما نشوف علامات التنسيق هنا بنظبطها الجملة كلمة تو وراها على طول ايه انتري في عندنا كلمة دونت تو بدل كلمة دونت تو بعدها بستخدم كلمة ايه نوت تو مع طبعا ترميم فعل الخط ربما كل فعل الخط كلمة اوردر كلمة وانت كلمة نتر وبيت توصل او بيت التعقد وهكذا. واحنا نخلي بالنا من ايه الحالات الثلاثة مع الالتزام بتغيير الزمن السنتري مع الالتزام بالتغيير الأفضل مع الالتزام بتغيير البرنامج الضمائر اوكي مع فتح علامات الاسم. فالطالب بيحاول قدر الإمكان طريقة كده مرحة وتلهي يعني يحاول بقدر الإمكان يستوعب كل جزئية مع الأسئلة إيه الكريات يتجاوز أي طبعا سؤال ممكن يقفله. فهنا عندنا اللي هي ريبورت إمبارتيف أول حاجة هنا أصلا يصف بالكلام دايركت كلام بين علامات التنسيق أحولها إمبارتيف أحول إزاي هيبقى في عندي السبجكت هريبورت الفيرب الأوبجكت تو زاد الكلام We should use a typical singing verb. لكن إيه فعل ملائم فأقدر نقول جميل أو جميل. طبعا لمعنى الجملة بختار هل هي كلمة هل هي أكثر هل هي أوردر إمبارح بيجي وهكذا. يبقى هنا إذا تيتشر أوردر بستخدم فول أو أكثر أو بيجي أو بليز أو إنكارج. أوكي؟ فور إكزامبل ذا تيتشر أكثر مي. أنا سألني إيه؟ أنزل علامات التنصيب ونربط الكلمة تو. Do often my تغيرت الزمن خليت أكثر عن علامات التنصيب وربطت الجمل كلمة تو. أوكي؟ طب شوف الإكزامبل نظر الإكزامبل نشوف إيه؟ والضمائر والناس changes according to the meaning of the thing. Don't talk during the exam. في نجس أبرمتها إزاي؟ في أستخدم subject وريبورتنج فيرب وفي object ونفسي استخدمت الفاعل استخدمته هو فعل للأمر وبعد كده في عندي الأوبجكت المفعول زائد نفسي والمر تمام. The teacher order us not to talk during the exam. Not to talk during the exam. أما في الحالة الأولى كنا بنستخدم إيه؟ إن subject فاعل فعل الأمر والأوبجكت المفروض دي هتستخدم ايه كده مع بعض وتركز فيها كويس عشان ايه تواجه اي سؤال على ايه الجزئيات تمام. طيب شوف من الاكبر هل يوجد